كل يوم واحد مننا بيموت. ليه وعشان ايه؟ ما عندوش عيال ده؟ والشباب اللي بيموت كل يوم دول ايه؟ احنا مش عايزين الاخوان خلاص. وهم كلمتين علوهم له: يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط يسقط حكم. تتعالى اصواتهم بالهتاف وينادون بسقوط الرئيس. هنا في جنازة العميد محمد هاني الذي سقط برصاص مسلحين في سيناء تتضح هذه الحقيقة. تحولت الجنازة التي غاب عنها وزير الداخلية وحضر فيها المحتجون إلى تظاهرة شعبية. متعودين على الكلام دوت، بس احنا مش هنسيب حق زمايلنا، واحنا عارفين حق زمايلنا عند مين وهنجيبه منهم. احنا كل يوم بيموت من عندنا شهيد، وكل شعب مصري احنا مع الشعب المصري. دور على مين فينا؟ مدير أمن الإسكندرية الذي حضر الجنازة لم يعلق على هتافات الضباط والجنود واكتفى بتقبل العزاء. ربما يمثل غضب هؤلاء على الرئيس محمد مرسي تطورا نوعيا، فهؤلاء ضباط وأفراد الشرطة، أداة حفظ النظام والسيطرة على الشارع. محمود التميمي، سكاي نيوز عربية، الإسكندرية.